انا غير جواب على سؤالكم نقول لكم هنا بالنسبه لامريكا كاين جوج المستويات، كاين المستوى ديال التعامل الاعلام وكاين مستوى التعامل الرسمي والتعامل ديال بعض اليوتيوبرز اللي هربانين من المغرب، هذاك المستوى الثالث كيظهر لي ما عندوش شي قيمه ولكن هذا كيكون موضوع مساطر قضائيه نتكلم عليه فيما بعد. المستوى الاعلامي انا تنظن على انه ما تيخرجش على العشيره وعلى ليكيب اللي هي كتساند هاد الناس، ومع كامل الاسف الاعلام الامريكي اعتمد روايه واحده ووحيده، ما تصنتش الضحايا وما تصنتش الموقف ديال الجمعيه ولا الموقف ديال الدفاع ديال الضحايا، هذا واحد. بالنسبه للموقف الرسمي واللي عبر عليه الناطق الرسمي باسم الخارجيه الامريكيه، مؤسف لهذاك الموقف. علاش؟ لانه كاين واحد التناقضات في التصريحات، لما تيكون واحد العمل قضائي وفي التعاون القضائي اللي عندنا معهم وفي التعاون الامني كنوجدوا واحد التنويه واشاده بالاعمال ديال المغرب، وخاصه في القضايا ديال الارهاب ومكافحه الجريمه عبر الحدود والجريمه المنظمه كنلقاو مواقف يعني ممتازه للسلطات الامريكيه معبر عنها، بل وصلت الى حد توشيح السيد المدير العام للامن الوطني والمدير العام للمراقبه ديال محافظه على التراب الوطني. يعني كتشوف التناقضات كيفاش كاينه، كيجيو القضيه ديال سليمان كيعبر على ذاك الموقف اللي هو كيظهر لي شاد، وانا متيقن على انه ستتم المراجعه النظر فيه. لماذا؟ لانه اعتمد على معطيات خاطئه. احنا كجمعيه طلبنا لقاء مع القائم بالاعمال السفارة الأمريكية بالمغرب وسنقول له معانات وحقائق هذه الملفين معا، وأنهم لا علاقة لهم لا بحرية الرأي ولا بالتعبير ولا بالممارسة المهنية ديال الصحفيين، هذا هو اللي غادي. أما فيما يتعلق بالشق ديال الأخبار الزائفة اللي تنشرت البارح والمتعلقة بوفاة سليمان الريسوني واللي كذبته المندوبية لإدارة السجون، وكما قلت للزملاء ديالكم يعني اللي خصنا نحييو عليه في هذا الباب وهو المجهودات الجبارة اللي بدلتها المندوبية السامية ديال إدارة السجون في شخص مندوبها العام سيستمك والإدارة ديال السجن، لأنهم قيمين واحد العمل جبار حتى هاد السيد هذا ما يلقيش بنفسه إلى التهلكة، لأن هذا اختيار دياله ماشي فرضوا عليه شي حد، ماشي فرضوا عليه الدولة، ماشي فرضوا عليه الضحية، هو اختار هذا الاختيار، ولكن الدولة مسؤولة على الحياة ديالو وكتبذل مجهود، وكنشوفوا في إطار بذل هذا المجهود كيجيو ناس كينشروا أخبار زائفة راه تم التكذيب ديالها. وأنا عندي اليقين بحكم معرفتي بتاريخ الرجل كمناضل حقوقي ويعرف الزنزانة ويعرف الإضرابات عن الطعام أنه لن يسمح لا ضميره ولا إيمانه بالإنسانية وبالقيم الدينية أنه غادي يجعل ذاك السيد يمشي للتهلكة. مع كامل الأسف هنالك من يريد لسليمان أن يموت في السجن، كيتشهاو هذه المسألة وكينتظروها في فريق الصبر باش يستعملوها كوسيلة للإساءة لمؤسسات الدولة والوطن، وكنظن أنه الدولة بها حكماء وعقلاء ما غيعطوش فرصة لهاد الناس.